والآن متابعة لأخبار الطقس والأحوال الجوية. نعود فيها مرة أخرى إلى دينا شرف. إليك دينا. شكرا لك يوسف، شكرا لك إلهام، والآن موعدنا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وتوقع الخبراء أن يسود غدا طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة والعظمى 33 والصغرى 24، الإسكندرية 30-24، مطروح 29-23، بورسعيد 31-24، الإسماعيلية 34-24، السويس 34-24، العريش 31-24، طابة 37-26، شرم الشيخ 40-29، الغردقة 37-28، الأقصر 42-28، أسوان 43-30، الوادي الجديد 40-27، شلاتين 39-30، وأخيرا حلايب 35-27. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.